احنا كلنا لا نبغي الا استقرار الدولة الليبية، وحدة الدولة الليبية، لا تقسيم ليبيا على اي شكل من الاشكال. واحنا ملناش في مصر اي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم. احنا مش عايزين حاجة، اسمعوا مني الكلام ده، احنا مش عايزين منكم حاجة، وليست لنا مصالح في كده. وانا بأكد لكم ده عشان تبقوا سمعتوها مني، عشان انتوا كمان تنقلوا ده لناسكم. مصر اشقاء لكم وانتم اشقاء لنا، امنكم وسلامكم هو امننا وسلامنا، استقراركم هو استقرارنا، نموكم هو نمونا. فانا حبيت اقول بس الكلمتين دول في بداية كلامي لحضراتكم. كل الدعم، كل الدعم لوحدة الأراضي الليبية، كل الدعم، كل الدعم لاستقرار ليبيا، كل الدعم لاستقرار ليبيا. وبقول تاني، انتوا هنا عندكم فرصة، ودائما عندكم الفرصة ان يسمع الناس كلمة واحدة، كلمة سواء للليبيين متمثلين في مين؟ في البرلمان الليبي واللي انتوا جزء منه او انتوا بتشاركوا فيه، ثم شيوخ وقبائل ليبيا. شيوخ وقبائل ليبيا، انتم لديكم القدرة عندما تشكلون منكم مجموعة، فريق، حكماء يجمع القبائل كلها على كلمة واحدة، يجمع القبائل كلها على كلمة واحدة. كلمة ايه؟ وحدة الدولة الليبية، مواجهة التحديات اللي بتقابل ليبيا. طب احنا دورنا ايه؟ دعمكم ومساندتكم، ويجي بعد كده اي مصلحة تانية.